الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ففي عالم مليء بالضجيج والتشتت، إذا كان القرآن هو النور الذي يضيء دروب حياتنا، فالصحبة الصالحة هي تلك المرآة التي تعكس نور هذا الطريق على قلوبنا. فضيفان لهذا العدد صديقان جمعتهما آيات من كتاب الله ليحيي صداقتهما على دربه وليكون خير مثاله. فهيا بنا لنتابع تفاصيل رحلتهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، نزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبين إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. حمزة صحراوي من ولاية المدية، العمر 16 سنة. جئت هنا لولاية تيزي وزو لكي أدرس القرآن في زاوية سيدي منصور الجنادي. بسم الله الرحيم. أنا عبد الرحمن عبدية من ولاية بومرداس، جيت لهذه الزاوية نقرأ هنايا القرآن. الحمد لله حفظت 27 حزب في هذه الزاوية المباركة. عبد الرحمن وحمزة، أنتما صديقان جمعتكما آيات كتاب الرحمن، فما هو الدافع الذي جعلكما تواصلان رحلة حفظ القرآن الكريم؟ أنا من الوقت كنت نقرأ وبدأ خرجت من القراية. كي خرجت من القراية قعدت عام في الدار ما ندير والو. هيا وين باب الله يحفظه قال لي كاينة واحد الزاوية، إلا تحب تقرأ في الزاوية روح تحفظ. تحفظ القرآن وتعلم شوية تشفيق ولا متون. قلت له نشوفها، وريها لي زعما في موقع التواصل الاجتماعي الصوالح. هي أنا كشغل عجبتني، ما ثاني قال لي فيها ناس وفيها اللي قدك وشغل عجبتني. هي كي جابني لهاد الزاوية دخلت عادي وشفت بلاصة وعجبتني الله يبارك. انا كانت عنها اللي كنت نقرا في المدرسه، كانت عندي نيه اني نقرا القران، لهذيك حبست المدرسه وجيت لهنا باش نقرا القران، والحمد لله ان شاء الله نكمل ونختم القران. هي انا كنت نقرا في المدرسه وشغل ما كنتش متحسن بزاف، هي الذي قررت اني نلحق بالمدرسه القرانيه. ومن بعد هدرت مع الاب تاعي ولي سقسى أساتذة ومعلمين واللي باش جيت لهنا. هل هنالك تحديات خاصة واجهتمها في هذه الرحلة؟ أول نهار كي جيت له شغل كي كنت نقرا شغل كانت شوية ثقيلة عليا القراية، شغل كانت ثقيلة بزاف، شغل ما نفهمها ما بقاش مليح العربية، بصح بفضل الشيوخات قدرت شو اسمه وليت نعرف نقرا مليح العربية وتعلمت صوالح ما كنتش نعرفهم. الحمد لله لم أواجه أي صعوبات إلى حد اليوم، والحمد لله على نعمتي. والآن أنا أحفظ 24 حزبا،
وان شاء الله كيما نقولوا نكمل القران ونخدم. كيف تؤثر حياة الصداقة والتضامن بينكما على مسار حفظ القرآن الكريم؟ احنا تلاقينا في هذه الزاوية المباركة وكشغل تعرفنا على بعض ولينا نقرأ مع بعض، نوضو الفجر مع بعض، نصلو مع بعض، كشغل ناكلو مع بعض، هي جبتنا الصداقة هكاك. الصداقة تلعب دورا هاما في مجتمعنا هذا، وعندما يكون صديقك صالحا يأخذك إلى الطريق الصحيح، وعندما يكون غير صحيح يأخذك إلى الطريق الخاطئ. فلهذا أنا قررت أنني أمشي في الطريق الصحيح، وأنا وصديقي عبد الرحمن كلا الاثنين، وإن شاء الله كما نقولوا ربي يسرنا ونكمل القرآن كيف كيف إن شاء الله. ما هي القصص أو الآيات القرآنية التي تشجعكما على مواصلة الحفظ؟ سورة ياسين تعجبني بزاف، لخاطرش هي قلب القرآن. الصور التي تلعب دورا هاما والتي أفضلها أنا هي سورة الزمر، لأنها سورة سهلة الحفظ و فيها كثير من المعاني والمفردات وفيها قصص. التأثير الإيجابي الذي تركه تدبر وحفظ القرآن في نفس كل واحد منكما. كثير من الحاجات، وكما نقول القرآن ينور لك قلبك، تولي كما نقول ما كنتش إنسان زين، تولي كما نقول إنسان منور ومثقف، ويعلمك القرآن بزاف صوالح، يعلمك منهم بزاف صوالح. و غير مني بزاف، خاطش كنت كيف نقول ما نعرفش نقرا، كنت شو يسمو ما نعرفش خلط صحاب، باسكو هنايا حنايا جمعنا القران هنايا، وكي جيت للزاويه المباركه هذه تلاقيت مع صحاب، تلاقيت مع طلبة الله يبارك، تلاقيت مع سوتو هذا صاحبي حمزه، وليت شو نعرف كيف نخالط مع الصحاب، وليت نعرف العيان، وليت نعرف نفرق بين العيان وبين المليح. وليت نعرف بزاف صوالح. ما هي النصيحة التي ترغبان بمشاركتها معنا؟ النصيحة التي أقدمها إلى الشباب وهي أن عليكم بالدراسة وبذل المجهودات والالتحاق بالمدارس القرآنية، فإن المدارس القرآنية تعلمكم أشياء جميلة، تعلمكم أشياء كثيرة، ويجب عليكم الابتعاد عن الأصدقاء السوء، ويجب عليكم أن تختاروا الصديق المثالي، الصديق المثالي هو القدوة.
واختر قرينك وسط فيه تفاخره، إن القرين إلى المقارن ينسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما بالصالحين وأن يثبتنا على طاعته. وبهذا مشاهدين وصلت وإياكم لنهاية حلقتنا لنهار اليوم، في انتظار أن ألقاكم في حلقة قادمة. لا تنسوا أننا نحيا دائما مع القرآن. دمتم في رعاية الله وحفظه.